انت قامت عرسك ما عم نسمع ما عم نسمع لا في فرق بين الذكر والانثى ايش اسمه لا 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 ما عجبني كله نور جوا قلبي اللي هتعمل إيديتنج للفيديو هتكرهني واليوم نحن متواجدين بخطبة بيسان ومحمود مبدئياً نحن اليوم بآخر حلقة من موسم ما يغلى عليك بس ما حتنتهي الموسم أوكي بس ما بس ما حينتهي وما حنوقف اليوم جايين نحزر مين المضيف اليوم جايين نحزر مين المقدم الجديد تبع برنامج ما يغلى عليك مرحبا كيفكم اليوم رجعنا لكم بحلقه جديده من ما يغلى عليك وهي اوكي 1 2 3 هاي جايز كيفكم اليوم رجعنا لكم بحلقه جديده من برنامج ما يغلى عليك اليوم حنحقق حلم صبيه وخاصه حنحقق لها حلمه انا سوري اي ثوت هي واز سينج سمثينج بحلقه اليوم رح يجي لعنا ضيف جدا موهوب بده يعمل غنية خاصة بإل مرحبا كيفكم أنا مريان واليوم رجعت لكم بحلقة جديدة بس هالمرة على قناة مزاج فيديو اليوم من ما يغلى عليك أوكي. بس قبل أي شيء شو لازم يعملوا يا حنين سبسكرايب يشتركوا بالقناة سبسكرايب لايك وشير كمان وتعلقوا بين التعليق لا 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 مين راح يكون الشخص؟ يلا متحمسين 3 2 1 ووهو يلا تعبت 3 2 1 again انت شو حاسس انه كيف انت شو حاسس اليوم؟ حاسس مجموعة احاسيس اولا بنروح على البيت متحمسين عشان نرقص وناكل يلا ونشوف العرسين كارين ليش نحن قاعدين هلا بين الغيوم؟ قاعدين بين الغيوم ما بعرف صراحة شو البرنامج الجديد تبعي؟ البرنامج الجديد خلصيني كارين لازم اروح انا اهم شيء شوف شكلي اذا حلو ولا لا كل شيء ما بعرف كيف حماسي كيف اسلوبي كيف حكي ولا عيد ولا اكون احسن ولا شو حكولي واهم شيء بس نشوف احلامكم يا رب وكمان كثير مهم تكتبوا لنا احلامكم بالكومنتات مشان نختار منكم ونعم وكمان مهم انكم تكتبوا لنا احلامكم ما عجبني كله وطبعا ريما ما تاخرت وقالت ليتس جو لانه ريما ما شاء الله عندها كمان كثير متابعين وكثير بتحب فانزاتها ومحتواها بجنن على اليوتيوب وعندها كثير ناس بيتابعوها فمشان هيك دغري لقيناها موجوده عندنا كمان شو حكيت انا هلا جبت العيد فيلا تعالوا معنا مشان يلا ضياء جاهز بس يلا ليتس جو اوكي يلا اوكي جهاد 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 ضايق يلا اوكي يلا احم ضياء يا عم حنين قد ايه محمود شو هو ما عم نسمع لا نحن حاليا جينا على اسبوزا واخترنا هذا المكان لانه من اقدم الاماكن بدبي ومو بس بدبي لهم فرع بالرياض وبلبنان وهن مختصين بفساتين العرس والسهره اوكي بدي اعيد انت ايمت عرسك وحاليا رح يشرح لنا عن تعاليم التعليم فنجان قهوة كثير حلوة رجع والله كثير حلوة شوفوا احسن بالاشياء التافهة والله حلوة طيب يلا ورانا شغل لو سمحتي يلا واو انا عشق المرايات انت كسرتي المراية مبدئيا سوري في مقطع كثير اثر فيني صراحة بالغنية بيقول في بعيد وما طلعت مني طيف تحاش تضحك شبه عمي شبه عمك؟ انت متزوجة؟ انت متزوج؟ انا حاتزوج بس شكلي ما حاتزوج بعدين شو هالشيء؟
اوعى تحطي ايدك علي اوعى. لا اوعى تتمديها على كارولين لانه تحرق. يعني هاد شو رايك فيه؟ هيدا اتس ريلي ريلي نايس اي ثينك. انا حتى انا ما حسيت. جرسونا هلا اللي بعده بقول واو ما قدرت واو ما انا ستايلت عم بقول لكم حلو يعني عيب. في فرق بين الذكر والانثى؟ طيب فيميل على فكره اكبر من الحصان. اكبر من الحصان اكيد. اذا عم تبتسموا ورا الكاميرا عشان المعلومه اللي حكيتها. غنوة راحت. بس فعليا وصلنا لنهايه الفيديو. قطعتهم دغري. باي باي. لسنسوا شو لازم يعملوا؟ لايك وشو لازم يعملوا على قناة مزاج؟ لازم يشتركوا بالقناة وبالجرس. يفعلوا الجرس؟ اشتركوا بالجرس. اشتركوا بالجرس ويفعلوا الجرس. عيدي عيدي. ورسالة لإلي. يا الله يا تعالوا. لا عم نخدت بالغنية. ولهون بتكون خلصت سهرتنا لليوم. ما تنسوا تكتبوا كومنتات حلوة لبيسان ومحمود، وأنا بحب أقول لهم إن شاء الله ألف 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 مبروك. ولهون بكون يلا كلنا مع بعض. أوكي 1 2 3 باي باي.